الساعة 6 صبح من علوة الشرقاط. اي والله افتحون استيراد الرق يابس، طماطه صعدوها علينا، خيار صعدوه، يعني الشعب انظلم من وراء الفلاح العراقي. فرد نوب ما يساعد الشعب. اسعار ما شاء الله كلها زينه، كلها رخيصه. طماطه 750، خيار 750، هذا مفرد، هذا مفرد، هذا باذنجان 750 عند درجه اولى، فلفل 1000، فلفل ذاك 1500، يعني اسعار ما شاء الله كل زين اسعار. بصل هذا عندك شاس كل زين، اعلالك عندك كل على 2000 جوه، صندوق الطماطم 6.5 7، كله 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 ما شاء الله اسعاره زينه. الطماطم الان ما تربيعها، طماطم يعني تجي من ربيعها شويه، بس طماطم ما شاء الله رقم واحد. عندك الفواكه شويه اسعارها الان مستورده، اكو عراق وكم مستورد، بس مستورد شويه قالوا. عندك العنب عراقي مال دجيل، واكو عنب مال ديره، ما شاء الله كله زين.